دهمت الشرطة الفرنسية مقر أولمبياد باريس 2024 ضمن تحقيق في شبهة فساد، وفقا لمكتب المدعي العام المالي الوطني قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأكبر الذي يقام كل 4 سنوات. قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم كوجو في مكاتب سوليديو المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية، هي عملية الدهم الأولى من نوعها للمقر. جاءته قال متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بتضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة وكذا المحسوبية. لدينا كل الأسباب التي تدعونا للثقة بعدم تأثير هذه التحقيقات على إقامة الأولمبياد لسببين. أولهما أن كل هذه الاستعدادات للدورة بدأت تؤتي ثمارها، التحقيق متواصل وليس لدينا أي تعليق بشأنه في هذه المرحلة، لكننا حصلنا على تطمينات من اللجنة التنظيمية لأولمبياد باريس بأن التصرف الوحيد الذي بوسعهم عمله في هذه الظروف هو التعاون التام والشفافية. معنا من باريس مراسلنا شوقي أمين، أهلا بك شوقي. ماذا وراء عملية اقتحام الأمن الفرنسي لمقر لجنة تنظيم الأولمبياد في سان دوني؟ سهام، يمكن القول أن البيت الأولمبي الفرنسي اليوم يعيش في الحقيقة فضيحة مدوية. تهم بالجملة، اليوم الشرطة داهمت بالفعل مقر لجنة الأولمبياد بالأمس، أمس الثلاثاء في ضاحية سان دوني، مقر هذه اللجنة وأيضا مقار أخرى تابعة للمقر الرئيسي وشركات أيضا أخرى. تهم بالاختلاس والتزوير في الوثائق وأيضا تعارض المصالح. هذه في الحقيقة الفضيحة هي تتجاوز الآن المسألة الرياضية. يمكن القول أن هذا التحقيق اليوم يعود إلى 2017 عندما حركت الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد هذه القضية وفجرت ما يمكن نقول القنبلة في البيت الأولمبي. كانت بريجيت أونريريت في مايو الماضي قد استقالت من رئاسة اللجنة لتعرضها للضغط النفسي وأيضا لتعارض المصالح مع عديد المسؤولين داخل اللجنة الأولمبياد. في الحقيقة هذه الأزمة صارت لها تداعيات سياسية، هناك تحرك سياسي اليوم، مواقف سياسية كثيرة تجاه ما أسمته بالفضيحة للوطن، للدولة الفرنسية التي منذ البداية كانت تقول نحن على عام فقط، يعني مسافة هو يعني 26 يوليو هو اليوم أم في قادم الأيام، على عام فقط يعني تفجر في الحقيقة تفجر هذه الفضيحة. نتحدث عن ميزانية ضخمة هي 8.8 مليارات هي ميزانية هذه الألعاب الأولمبية، وكان في السابق 6.6. ما معنى أن كل مرة يرفع العدد 4 مليارات مخصصة للبنى التحتية دون حسبان 400 مليون يورو للمسائل أو للمسائل الأمنية. إذا هذه في الحقيقة يمكن القول أنها في الحقيقة يعني مسألة على قدر كبير من الأهية، إن كانت على المستوى الرياضي وأيضا على المستوى الدولي. ماذا سيقول العالم في ونحن على مقرب من تنظيم هذه الألعاب؟ إذا التحقيقات متواصلة بالفعل، وهناك أيضا استنطاقات بالجملة لعديد المسؤولين داخل الهيئة الأولمبية. علمنا من مصادرنا أيضا أن قصر الإليزي للرئاسة بالحقيقة هناك خلية على مستوى قصر الإليزي لمتابعة أيضا هذا الملف الذي يعتبر بالحقيقة في قلب وسمعة الدولة الفرنسية. إذا يمكن القول أن في قادم الأيام سنعرف من هي الجهة التي تقف وراء هذا الفساد الهائل داخل البيت الأولمبي الفرنسي. شوقي أمين من باريس، شكرا.